أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة وحلقة خاصة من برنامجنا الوطني نبض الاتحاد. كما عودناكم أعزائي المشاهدين نستضيف نخبة رجال الأعمال القائمين في الإمارات العربية المتحدة ومن شركة براري جروب ومن شركة ومصنع دبي للتمور. رحب معي برجل أثبت همته وبراءته داخل الإمارات بالأستاذ محمد. بداية مساء الخير. مساء. أستاذ محمد، أعرف أستاذ المشاهدين أكثر، من هو رجل أعمال أستاذ محمد المالك اللي شركة فراري وأيضا لمصنع دبي للتمور، عن بداية قصة نجاحه في داخل الإمارات العربية المتحدة؟ أنا أحكي لكم، مش مالك، مدير المصنع من إحدى شركات البراري جروب. يعني أنا المدير العام لمصنع دبي للتمور في مجموعة البراري التجاري. فبدينا احنا في التمور، تجارة التمور عادية، وبعدين تحولت الفكرة انه نعمل مصنع، لانه صار التمور مش بس الرواج لها او الطلب عليها بشكل بلك، انه في مواد وفي منتجات نقدر نصنعها من التمور زي الدبس، العجينة، التمور المغسولة، التمور المعبأة، مسحوبة الهواء، التمور المكبوسة، حسب متطلبات السوق واللي كنا نشوفه لما نطلع ونشارك في معارض ونشوف أفكار جديدة من ناس اشتغلوا بالتمور قبلنا وبعدنا ومعنا. فكانت الأفكار احنا يعني تتوارد علينا الأفكار ونفكر فيها ونطبقها. فجينا عملنا بدينا في إنشاء المصنع، بدينا في خطوة خطوة، يعني تجهيز المصنع ليطابق المواصفات الصحية في دولة الإمارات العربية وتحديدا إمارة الشارجة. بلشنا في الإجراءات القانونية والإجراءات الصحية والسليمة، بعدين أخذنا شهادات الهسب، هاي اللي من متطلبات الشروط الصحية في بلدية الشارجة. جميل. طبعا هذه بداية المصنع، كانت أستاذ محمد تخبرنا أكثر عن هذا المصنع، متى تم إنشاؤه، بأي عام، وما هي تميزاته؟ بدينا الفكرة في سنة 2003 بعد الحصول على الموافقات من الجهات المعنية، بدينا في الانتاج وتصنيع خطوط انتاج التمور وفرزها فالبداية كانت في 2003 انه نتطور لنصل، حطينا اهداف معينة انه نصل لطاقة انتاجية معينة وتنوع في الانتاج. وصلنا في 2004-2005، يعني عانينا كثير من امور كانت كبداية، وتغلبنا على جميع هاي الأمور، طورنا الماكينات خطوط الإنتاج بحيث صارت إنه يعني أغلبها ألمانية، أغلبها في الأوتوماتيك، مطابقة للمواصفات من حيث الطاقة الإنتاجية لنصل للهدف اللي كنا حاطينه اللي هو 6000 طن في السنة. ما شاء الله عليك أستاذ محمد. أستاذ محمد خبرنا أكثر عن شركة براري جروب ومصنع دبي للتمور. طبعا زي ما قلت كانت مصنع للتمور، طبعا التمور عبارة عن عالم كبير. خبرنا أكثر
عن خطوط الانتاج في عالم التمور داخل مصنع دبي وكيف يتم التغليف وما هي متطلبات صناعة التمور. اول شيء بدك يكون عندك مواد اوليه، تمور اوليه، هاي اللي تاخذها انت من المزارع مباشره. احنا نستورد التمور من 6 دول تقريبا، ما شاء الله، العراق، من الجزائر، من تونس، من السعوديه، بالاضافه الى التمور الاماراتيه المتوفره واللي فيها نوعيات كثيره. والانتاج السنوي في الامارات بيزيد شيئا فشيئا. بده يكون عندك اولا مواد اوليه تقدر تحصل عليها، تاخذها يعني بسموها عمليه التعفير والتعقيم، بعدين عمليه الغسيل، بعدين بتروح للماكينات التعبئه. كل تمر له مواصفات معينه وله طريقه تعامل معين، من حيث الغسيل، من حيث التجفيف، التعبئه، الباكينج، يكون مسحوب الهواء، يكون بالك، يكون متنوع. وفي يعني اغلب التمور اللي ما بتصلح للتعبئه بنوديها الى العجين، نعمل منها عجينه التمر وبنعمل منها الدبس. جميل. طبعا استاذ محمد، انت ذكرت كثير من عجينه التمر وانواع كثيره من التمور، تخبرنا عن هذه الانواع برغم انه نرى الان بالاسواق الكثير من انواع التمور، ما الاختلاف بينها؟ الاختلاف في التمور يعني بالطعم وبدرجة السكريات الموجودة في التمر. في بعض التمور سكرياتها عالية، في بعض التمور سكرياتها أقل. في بعض التمور تتحمل يعني التخزين لفترة طويلة، في بعضها لا. التمور موجودة في العالم أكثر من 400-500 نوع. في الإمارات ممكن 88 نوع المتعارف عليه والمتداول، يعني من خلاص، الفرد، اللولو، الخنيزي، الأبو معان، جيش حباش، الصبعي، والآن والبرحي الجبري، والآن في تجارب لزراعة كذا أنواع ما كانت موجودة في دولة الإمارات، مثل المجلول والصبعي بلشوا فيه ينتجوا من، بلشت المزارع تنتج هاي النوعيات من التمر. صحيح. استاذ محمد، انت ذكرت معجون التمر، تخبرنا اكثر عن الخط الانتاجي وطرق تصنيع الخط الانتاجي لمعجون التمر. معجون التمر بيبدا بانه تخزن مواد اوليه لانتاج التمر حسب متطلبات السوق. ويبدا معالجه التمر، يروح على في له ماكينه خاصه تطبخ التمر على درجة حرارة مطابقة لمواصفات البلدية والصحية، من ثم بروح على ماكينات لنزع النوى، فصل النوى عن التمور وهرسة، وتحصل ساعتها على مادة عجينة التمر، تأخذ على ماكينات مخصصة للتعبئة، إما بلك او اما نص كيلو او اما كيلو حسب الاوردرات اللي موجوده عندك. جميل. طبعا استاذ محمد، بتخبرنا اكثر ما الذي يميز مصنع دبي للتمور عن باقي المصانع المنافسه، برغم ان الامارات العربيه المتحده ضمت الكثير من الدول، ضمت الكثير من الشركات، رغم المنافسه الشديده، ما الذي يميز مصنع دبي عن باقي المصانع؟ اولا انه احنا كنا من البدايات، يعني ما كان في مصانع للتمور في سنه 2003 الا مصنع المرفأ ومصنع الفوعة، هي المصانع الحكوميه. كان هناك بعض المصانع الثانيه بس ما على ما يبدو انه ما كانت مواكبه لمتطلبات الاسواق. فاحنا في البدايه اوجدنا اسواق ومن ثم اشتغلنا على التمر، يعني روجنا للتمور سواء كانت إماراتية أو تمور مصنعة عندنا،
روجناها في الصين، في الهند، في بنغلاديش، في المغرب، في الأردن، في اليمن، في أوروبا، في كندا، في أمريكا. لقينا إقبال من الزبائن أنه عندهم استعداد يشتغلوا في هاي الأيتمات. بالتالي احنا طورنا ماكيناتنا وطورنا المصنع حتى نواكب هذه المتطلبات. فكانت يعني اللي ميز المصنع أنه كان من السباقين لتصدير التمور المعبأة والمعاد تصنيعها والمعاد معالجتها إلى خارج دولة الإمارات. كنا من السباقين في هاي. جميل. طبعا أستاذ محمد، أنت ذكرت قبل قليل وقبل اللقاء عن الموظفين وصعوبات الإدارة. خبرنا أكثر كيف تتم الإدارة في مصنع دبي ومن تحت قبل ساعات رجع معنا الأستاذ محمد منذ بدايات الصباح حتى نهايات دوام المساء. والله التعامل مع العمال اللي بيشتغلوا في مصانع أغذية حساس وصعب في نفس الوقت. صحيح. انه بدك تدربهم على كيف يتعامل مع المواد الغذائية ويحصلوا على الشهادات لكيفية التعامل مع سلامة الأغذية، كونه مصنع التمور مصنع أغذية. فهاي بتتطلب جهد كبير من مراقب الجودة ومن عنا ومن دورات اللي بنعطيهم إياها حتى نحصل على عامل يقدر يتعامل مع المواد الغذائية، بالإضافة إلى المشاكل العمال يعني المشاكل الأخرى للعمال. صحيح. يعني الانضباط، في قوانين احنا حطينا في المصنع للانضباط، قوانين ترعاها وزارة العمل وقوانين داخلية احنا علشان نضبط العمال، مشان نعطي الإنتاج في الوقت المناسب ونعطي الانتاج اللي هي يعني الفينيشنج المناسب للمنتجات تاعتنا. فبالتالي التعامل مع العمال عملية صعبة، انك تدربهم وتعلمهم في كذا مجال. جميل. طبعا استاذ محمد، هذا النجاح ما اتى بالقرار خلال فترة 15 عام تقريبا في بداية مصنع دبي للتمور. كيف ترى تطور هذا المصنع خلال 15 عاما؟ وما هي رؤيتك المستقبلية ونظرتك المستقبلية لمصنع دبي للتمور؟ في البداية كانت كميات الإنتاج يعني لا تتعدى 1700 طن بالسنة. طورنا الماكينات وطورنا مصادر التمور حتى نحصل على كميات أكبر من عدة مصادر، إلى أن وصلنا إلى 6000 طن. صحيح. بالسنة. فكانت هي الخطوات اللي أدت إلى زيادة الإنتاج عندنا والطاقة الإنتاجية، بالإضافة إلى أنه بنفكر أنه يعني نتوسع في المكان إلى أنه نأخذ مكان أوسع ونضيف الماكينات ونضيف عدد العمال في المستقبل، لأنه الإقبال على مادة التمور المصنعة والمعلبة والمغلفة والعجينة والدبس في تزايد مستمر. جميل. طبعا أستاذ محمد، قبل أن نذهب الوقت في برنامج جنب الاتحاد، كل إنسان ناجح هنالك من كان دائما وأبدا له في بداية قصة نجاحه إلى من توجه رسالة شكر كان دائما في بداية قصة نجاحك إلى حتى الآن. والله هو صاحب الشركة اللي تحديدا صاحب الشركة، أولا على المستوى الشخصي يعني بعطيك الحوافز اللي انت بتطلبها او اللي هي ضرورية لك حتى انك تستمر في العمل، بالاضافة الى انه الرؤية عنده رؤية كانت كثير يعني دقيقة وصائبة في نفس الوقت، انه بدنا نعمل كذا، ليش بنعمل كذا، ليش بنسوي كذا. فالفكرة ندرسها يعني انا اقتنع فيها، اقنعني فيها، لانه صارت الرؤيه يعني رؤيتي مع رؤيته تقريبا متطابقه. فضلينا على الموال نطور من حيث مصادر التمور، من حيث
الأسواق للتمور زائدا الماكينات. فهو كل فترة كان يعني داعمني فيها. ففي أيام الأسواق بتكون كثير تعبانة وفي منافسة حادة، فبيجي بقول لك استنى شوي، اصبر، تحمل، فترة بتعدي مش عارف يعني. فكان هاي من أكثر العوامل النفسية حتى أني أنا أستمر في العطاء لهذا المصنع، كان هو الكلام والدعم المعنوي والدعم المادي من المالك هو اللي أعطانا هاي الاستمرارية بصراحة. صحيح. أستاذ عمان، قبل أن نبدأ كما تعلم الإمارات العربية المتحدة ترعم بنعمة الأمن العمان تحت قيادة الحكيمة، تحت القيادة الرشيدة. نعمة الأمن العمان ماذا تعني لك؟ وما هي رسالة الشكر التي توجهها إلى الشيوخ وحكام الإمارات العربية المتحدة بمناسبة نعمة الأمن والأمن؟ كما كان يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام دائما، اللهم أمننا في أوطاننا. فدولة الإمارات العربية المتحدة في برئاسة سمو الشيخ خليفة طول الله عمره، بقية حكام الإمارات أعطوا دافع لرأس المال من الأمان يعني لجذب الاستثمارات أكثر من أي بلد ثاني مثلا أو في منطقة الشرق الأوسط. فالأمان والأمن الموجود في الإمارات بيعطيك القابلية وبيعطيك يعني الدافع أنه أنت تيجي وتستثمر، بحيث أنه تأمن على فلوسك، مناطق حرة، حرية التجارة، بالإضافة إلى أنه أنت يعني تعيش في دولة الإمارات كأنك عايش في بلدك، بتحس في الأمان اللي ما كنت تحسه مثلا في أي منطقة ثانية، أو ما بتقدر تستشعره في أي منطقة ثانية، سواء لما بتتابع الأخبار أو بتشوف الأخبار في العالم كيف أنه دولة الإمارات متميزة في الأمان بفضل السياسات الحكيمة لشيوخنا طول الله عمرهم وسياساتهم المعتدلة وتشجيعهم للمستثمرين بضمان الأمان ودعوة المستثمرين انهم يجوا على دولة الامارات يستثمروا فيها بضمان الامان مش باي ضمان ثاني. صحيح. طبعا استاذ محمد الله يديم علينا النعمة اولا. الحمد لله. هاي انا بتشكر جزيل شكر استقبالك رائع لنا في مصنع دبي للتمور ومن احد افرع لشركة البراري جروب. اتمنى لك التقدم والازدهار اكثر واكثر وشكرا لك. شكرا. وإلى هنا أعزائي المشاهدين كان معنا لهذا اليوم مصنع دبي للتمور من شركة براري جروب الأستاذ محمد أسمار. وفي النهاية انتظرونا بكفاءة جديدة كما عودناكم.